صباح الخير على كل شبابنا في كل مكان. حلقة جديدة ويوم جديد معاكم النهاردة في شباب على الهوا. دايما من خلال حلقاتنا بيكون معانا مشاريع تخرج تخص الشباب في مختلف الكليات ومختلف الجامعات. دايما بنحب نركز في نهاية كل سنة دراسية يا ترى الشباب عملوا مشروع تخرج عامل ازاي، وخصوصا كلية اعلام من الكليات المميزة واللي دايما بتبهرنا بمشاريع التخرج الخاصة بيهم، دايما مختلفين ومميزين وبيعملوا حاجة دايما مش بس بيفيدوا بيها نفسهم، لا كمان بيفيدوا بيها مجتمع معهم. لاحظنا في الفترة الأخيرة وعلى مدار الثمان سنين اللي فاتت قد إيه الدولة وقد إيه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم جدا بالشباب وبابتكاراتهم، وبأن الدولة دايما تكون في ظهرهم وتدعمهم وتشوف مشاريعهم وأحلامهم وتسمع ليهم. علشان كده السنين اللي فاتت، الثمان سنين اللي فاتت، كان فيها دايما مؤتمرات للشباب بيسمعوا ليهم، وقدروا الشباب دي إن هم يحققوا مشاريع، وفي كمان اللي قدر ان هو يوصل لمراكز كويسة ووظائف كويسة في الدولة. النهاردة هنتكلم عن حاجة من الحاجات اللي انا شايفة او علم من العلوم اللي هي بتكون صعبة الى حد كبير، وهو الذكاء الاصطناعي قد ايه دخل في حاجات كتير دلوقتي وقد ايه اثر على عدد من المجالات زي مجال الصحافة. طول عمرين عارفين ان الصحافة بتكون صحافة ورقية بنشتغل فيها بالورقة والقلم، لكن ازاي قدرنا ان احنا ندخل الذكاء الاصطناعي في مجال الصحافة، وقد ايه التحول الرقمي دخل في حاجات كتير جدا في حياتنا وفي عدد من المؤسسات الحكومية وكمان المصالح الحكومية والمصالح الخاصة. ده موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم فيه مع مجموعة من الشباب عملوا مشروع التخرج الخاص بيهم عن الذكاء الاصطناعي وزي ممكن ان احنا نستخدم تقنياته في مجال الصحافة. هنطلع دلوقتي لفاصل سريع ونرجع نستقبل ضيوف حلقتنا النهاردة في شباب على الهواء. الشباب الموجودين معانا النهارده في الاستوديو، معانا دكتور راشد ابو رميه، اهلا وسهلا، مدرس مساعد بكليه الاعلام، اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. ومعانا شهير علاء الدين، طالب كليه الاعلام، اهلا بيك يا شهيره. ازيك؟ وكمان عمر رمضان، اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. وكمان فتحي جمال، ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. طيب مبدئيا كده انا هبدا بيك الاول، اوكي؟ يعني ليه اخترتوا مشروع التخرج يكون عن حاجة داخل فيها الذكاء الاصطناعي؟ يعني الفكرة دي اصلا جت منين؟ اولا هو الذكاء الاصطناعي بدأ يدخل في الصحافة والاعلام بشكل كبير جدا، وشفنا وكالات اجنبية ووكالات حتى عربية بدأت تطبق الذكاء الاصطناعي وطبقه بشكل اللي هو ايه، يساعد الصحفيين ان هم ينتجوا اكتر، ان هو كمان الصحفي ما بقاش خلاص ان هو يقعد يكتب خبر ورقه وقلم، لا الموضوع بدا ان هو يتطور ويبقى متعمق اكتر، بيدور على التعمق، بيدور على انه يعمل تحقيقات متعمقه اكتر. والمرحله دي سايبين مرحله كتابه الاخبار القصيره للذكاء الاصطناعي. الفكره جت ان احنا مش عايزين نبقى تقليديين، او احنا الصحافه خلاص يعني مرحله التقليديه والورقه والقلم والحاجات دي يعني شبه يعني الشباب اصلا مش متابعها. يعني انا لو سالت اي شاب دلوقتي بتقرا جرايد ممكن يبقى قليل جدا اللي بيقرا، قليل جدا اللي بيروح يشتري مجله ولا جريده ولا حاجات من دي، اغلبهم بيشاهد الكتروني، بيشوف المواقع الاخباريه. لا واغلبيه الناس الكبيره اللي هي اصلا اتربت على الجرايد والجورنال هي دي اغلبيتهم اللي بيحبوا يقروا الجريده الورقيه لسه. لكن الشباب خلاص السوشيال ميديا ومواقع الالكترونيه الصحفيه والكلام ده هو ده اللي بيعرفوا منه الاخبار. من هنا بقى جت الفكره، من هنا ان هو احنا قلنا ان الشباب ده ما بيتابعش اصلا يعني الورقي او ما بيقراش ورقي، فلازم يبقى عامل حاجه هو مهتم بيها. يعني ما ينفعش نقول له تعالى اعمل حاجه ورقيه وسيبها كده، هو مش مهتم، مش هيبقى هو مش ده المجال بتاعه، مش ده اللي حبه. فمن هنا اخترنا الفكره ان احنا ايه نعمل حاجه وكمان زياده توعيه للناس، ايه الذكاء الاصطناعي ده، خاصه الفتره اللي فاتت شفنا حاجات كتير الناس ما عندهاش توعيه بيها. يعني الديب فيك، وحصلت حاله يعني الله يرحمها البنت اللي انتحرت، كل ده بسبب قله الوعي. البنت دي فبرك لها فيديو طبعا من تقنيات الذكاء الاصطناعي، يعني الديب فيك دي تقنيه من تقنيات الذكاء الاصطناعي. فلازم احنا يبقى لنا دور، حتى يعني الطلبه يبقى لهم دور ان هم يوعوا الناس، يبقى في توعيه. بمعنى ايه المصطلح اللي انت قلته الديب فيك؟ الديب فيك هو بيختار صور، يعني لو حضرتك منزله صور على السوشيال ميديا كتير، هو الشخص اي شخص يعني بياخدهم ويجمعهم ويحطهم على برنامج ويعمل فيديو. الفيديو ده ممكن يبقى مفبرك ليكي، ممكن مش انت خالص،
يعني ويعني انا كنت فاكره ان اللي بيقدر ياخد الصور ويركبهم ده شغل فوتوشوب مش لا لا مش ذكاء لا دلوقتي لا لا دلوقتي وتشوفي اصلا الفيديو انت يعني تتخيل دي حقيقه انت ما لا تتخيل او شخص يتخيل او شخص عادي او شخص رجل يعني ممكن يبقى بسيط التعليم او حاجه لا يتخيل ان ده فيديو مفبرك وبالتالي تلاقي هجوم وتلاقي يعني قله الوعي مش ممكن حد ابدا يصدق ان هو مش حقيقي دي حقيقه فبالتالي حصل حاله الانتحار ده حتى السيد الرئيس اتكلم عن الموضوع ده بشكل خاص قال لك انتوا يعني الناس لازم يبقى عندها وعي بالتكنولوجيا يعني لازم نمحو الاميه الرقميه دي نهائيا فكان من هنا دورنا ان احنا نعمل مشروع بقى يعني يبقى زياده توعيه حتى كنا مختارين موضوعات وحاجات كتير بتتكلم عن الحاجات دي طيب عايزه اعرف اسم المشروع وعددكم قد ايه المشارك فيه يعني انا عارف ان المشروع الطلبه اللي في الكليه بيبقى متقسمين لجروبات تمام طيب وايه اسم المشروع ايه الاول المجله اسمها 5G احنا في جروب على 11 هي دي المفروض ان هي دي اللي معايا اوكي ماشي بس هي ورقيه اهي هو لازم الجزء الورق الالكتروني الجزء الورقي اساسي ما ينفعش الطالب يخرج قبل لازم يعرف الجزء الورقي الالكتروني أوكي. يعني لازم يعرف المرحله الورقيه بتمر ازاي والمرحله الالكترونيه ماشيه ازاي يعني ده في شرح طبعا انا يعني هبص فيها برضو طيب اوكي اتفضلي كملي يا شيماء 5G احنا عددنا 11 كان كل واحد فينا مسؤول عن حاجه كان عندنا ليدر مسؤول ناس بعد الليدر كل واحد مسؤول عن قسم معين زي ما حضرتك كنت بتقولي هي ورقيه بس حضرتك لسه ما تعرفيش هي فيها ايه من جوه اوكي طب انت دورك ايه جوه المشروع مشروع انا نائب تحت الليدر كنا مشرفين على كل حاجه بتتعمل وكان كل واحد فينا متقسم له موضوعات بيعملها طبعا بارشاد من دكتور راشد والدكاتره المشرفين علينا يعني مش عارف اوكي طيب عمر دورك ايه برضو في المشروع انا اللي كنت مسؤول عن الموقع والابلكيشن اللي عملناه والكارد اللي هو الكارت اللي هو الان اف سي الموقع بتاعنا بيتكلم عن في خاصيه الذكاء الاصطناعي اللي هو الشات بوت وفي اللي انت ممكن زي ما انت المجله بتاعتنا تشوفيها على الموقع بتاعنا الصفحه على الموقع هو مكتوب اكتر من حاجه يعني انتوا عاملين انستغرام فيسبوك يوتيوب تويتر وكمان موقع اقدر اطلعه من على الانترنت صح كده تمام الموقع بتاعنا زي ما انا قلت فيه الشات بوت اللي انت مثلا لو عاوزه تبعتي لنا الاخبار تبعتيها والبوت يستقبل منك كل حاجه وعندنا في فرع في الموقع التبويب اسمه مجله 5G المجله بتدوسي على المكان اللي هو التبويب ده ذات نفسه وبتشوفي المجله بقى بتاعتنا الالكتروني مش لازم تشتريها اوكي بي دي اف موجوده والابلكيشن عندنا بيضم الاخبار كلها اللي موجوده على الموقع وعندنا الكارت الان اف سي ده بيسهل الوصول لكل الويب سايت كل التواصل الاجتماعي بتاعنا الكارت اللي هو الصغير ده الصغير اللي جوه الظرف تمام طيب فتحي قول لي انت بتعمل ايه وشكلك يعني شكلك صغير قوي عن ان انت اتخرجت بصراحه شكلك لسه داخل سنه اولى هو كمان فتحي من اكتر الطلبه المتميزين واللي عاملين النشطين حاسه كده وعامل مجموعه حوارات مهمه جدا جدا حتى مع ناس بره هو ما شاء الله يعني بيتكلم انجلش كويس جدا وعامل مع ناس مدير شركه اي بي ام عامل مع مصطفى نجيب عامل مع يعني عامل مع ناس كويسه جدا حتى في الامن السيبراني ففتحي عندك علاقات برافو لا لسه واحده واحده بس انا كنت ماسك الديسك بتاع المجله يعني لما حد مثلا بيجيب لي خبر او مقال او حوار او تحقيق بعيد صياغته طبعا عشان يناسب السياسه التحريريه بتاعه المجله دي حاجه الحاجه الثانيه انا عملت موضوعات في المجله زي ما الدكتور كان تفضلوا قال مع مثلا مدير شركة اي بي ام استر كام كنا بنتكلم عن البلوكشين وبنتكلم عن العملة الرقمية برضو اتكلمت مع نتنجور عن العملة الرقمية انا اسف واستر كام اتكلمت معها عن الامن السيبراني والمستقبل بتاع الامن السيبراني طبعا انا اللي خلاني اتكلم على الامن السيبراني او اوصل لاستر كام هو المشكلة اللي حصلت بين روسيا واوكرانيا وان روسيا اخترقت اوكرانيا طبعا او سواء بقى اخترقت او ما اخترقتش الجدل ده على جنب حاولت تتناقش او تتكلم عن الموضوعات اللي موجوده على الساحه الاخباريه خصوصا ان المجال بتاعنا تكنولوجي فحبينا نركز على الحاجات التكنولوجيه الاكتر واللي هي الخطره فالامن السيبراني يعتبر خطر وامن قومي كمان فالاهتمام بيه والوعي عنه وان احنا نعرف الناس عليه كان دور ده كان يعني مهم قوي برضو اتكلمت مع نتنجور عن العمله الرقميه اللي هو الكريبتو كرنسي
العمله الرقميه عامه يعني تمام. واتناقشنا يعني عن العملات بقى في المستقبل، هل ممكن العمله الرقميه ان هي تستبدل بالعمله الورقيه، العكس العمله الورقيه تستبدل بالعمله الرقميه والدوله يبقى ليها عمله، لان ده اللي ماشي دلوقتي، لان دلوقتي ما فيش حد. اللقاءات دي اتصورت صوت وصوره واتنشرت على الموقع؟ لا لا، هو بننشر جزء منها كصحافه فيديو، لكن بينزل لكن هو بينزل كانترفيو عادي في المجله، وهو اصلا كان زوم، ما كانش يعني صوته، ما كانش حد انا قابلته، لا احنا كنا بنعمله. طب بتنشروها كانفوجراف ولا فيديو جراف؟ لا لا، فيديو جراف بس، ملخص صغير بس كده لابرز الـ الـ اللي جاء في الحوار، بعدين بينزل كامل بقى كانترفيو. تمام. طيب احنا لسه مكملين كلامنا عن تقنيه الذكاء الاصطناعي وزي ممكن ان احنا نفيد بيها مجال الصحافه. طيب عايز اسالك بقى سؤال مهم جدا، تفتكر ان الصحفيين ممكن اللي هم اوريدي خلاص شغالين ومتعودين على الشغل التقليدي بالورقه والقلم زي ما انت قلت، تفتكر ممكن يقلقوا من حاجه زي دي، ان خلاص كل حاجه هتبقى على المواقع ومن خلال الانترنت؟ هو حضرتك سؤال مهم جدا جدا، وهو يعني الاتجاهات دلوقتي لثلاث اتجاهات. الاتجاه الاول اتجاه الناس المتشائمه او اللي هي ناس بتقلق من الذكاء الاصطناعي، اللي هو ايه، انا هيتم الاستغناء عني، انا خلاص دلوقتي في روبوت بيتكلم وروبوت بيكتب وروبوت بيعمل اخبار، فانا مش هيحتاجوني. فبقى قلقان وبيحارب التقنيه، يعني انا قلقان وبحارب التقنيه دي، مش عايز استخدمها ولا عايز حد يستخدمها. الجزء الثاني بقى اللي هو الناس اللي محايده، لا انا هستخدمها او مش هستخدمها، هتفيدني او مش هتفيدني. الجزء الثالث اللي الناس اللي هي مؤكده على استخدامها، يعني زي ما احنا دلوقتي بنقول ان التقنيه دي مهمه جدا جدا ولازم استخدامها. الشخص او الصحفي او ايا كان من هو يعني في الوظيفه بتاعته، حتى مش بس الصحفيين، حتى في الطب في الهندسه، الموظف او العامل في اي مؤسسه اللي لم يندمج في تقنيات الذكاء الاصطناعي، واحنا بنسميها الثوره الرابعه، اللي مش هندمج فيها هيتم الاستغناء عنه. يعني حتى يعني زي ما احنا بنقول لازم يتأقلم ويواكب بقى لازم يواكب التكنولوجيا الجديده اللي يعني طلع. اصلي انا دلوقتي ايه اللي يخليني انا اصر على ان انت تشتغل معايا اصلا؟ ايه اللي يخلي انت مش منتج لي، انت مش متفاعل مع التقنيه اللي بقى العالم كله متفاعل معاها؟ يعني احنا بنشوف الوكالات بتكتب 2000 خبر في الدقيقه، التقنيه الذكاء الاصطناعي بتكتب 2000 خبر في الدقيقه، ده مش من خلال الكوادر البشريه والموارد البشريه. لا لا خالص. هو هو اصلا علم الذكاء الاصطناعي هو علم تعلم الاله ازاي يفكر بطريقه البشر. هو اي نعم انا بعلمه، بس هو خلاص بيبدا بقى يتفاعل، انا بحدد له المصادر، هو بيبدا يستقي المصادر دي وبيبدا ياخدها ويعيد صياغه الخبر وينزله وينشره على السوشيال ميديا ويتفاعل مع الناس. يعني مثلا احنا زي ما احنا عملنا الريبوت عندنا في الموقع، الريبوت حضرتك بتكلميه تقول له انا مثلا عندي خبر، يقول لك طب ايه الخبر، طيب ابعت لي الخبر، يبعت الخبر، يتاكد تمام الخبر ده تمام. طب هل استعنتوا ب ب ب يعني بدكاتره او بمدرسين مساعدين او بطلبه من كليه ذكاء او دارسين ذكاء اصطناعي؟ هو الحقيقه الصراحه يعني انا يعني توجهي الخاص ان انا بحب انه لازم الاعلاميين او الطلبه في اعلام لازم هم يدوروا في الموضوع ده، لازم هم ده يشتغلوا بايديه، يعني مش بس يروح يشتغل مع واحد كمبيوتر ساينس. يعني مثلا عمر هو اللي عمل الابلكيشن، هو اللي راح دور وقعد يشوف يشاهد فيديوهات الابلكيشن نفسه، وقعد هو اللي صممه. ليه صممه؟ لان احنا يعني عايزين نعمل نوجد مثلا فرص عمل جديده للطلبه في اعلام، مش عايزين نسيبهم كده اللي هو الورقه والقلم وال يعني والتلفزيون والحاجات دي، وفي الاخر يلاقي نفسه مش شغال. لا، انت واكب التكنولوجيا، انت تعلم انت تعمل الحاجات دي بايدك، حتى لو هو يتعلم حد يساعده في الاول بس. مش تمام. عمر كلمني بقى عن الكارت ده، انا يعني كنت فاكره كارت تاني هو ده اللي انت بتقولي ادخل عليه، فطلع ده حاجه يعني حاجه تانية. انا وده مش هنعمل له سكان، مش ده مش كيو ار تقريبا، كلمني عنه احسن. الكارت ده عباره عن كارت ان اف سي، الكارت الان اف سي ده NFC تمام، بيسهل اي حد اللي هو يوصل لاي حاجه بسرعه. احنا مثلا عملنا له السيستم بتاعه ان احنا اول ما بيتمسح على الجهاز في من عند الكاميرا بالموبايل تمام، بيدخلنا على البروفايل بتاعنا. البروفايل ده بيظهر اسم البروجكت والانستجرام، الويب سايت، تويتر، الفيسبوك، السوشيال ميديا عموما. اوكي تمام. والكيو ار كود اللي على الكارت ده بيوصلك للويب سايت على طول. بس
بس. تمام اوكي ماشي. فتحي عايز اسالك بقى ايه اكتر حاجه يعني كنت شايفها صعبه وانتوا بتعملوا مشروع التخرج ده؟ هل الانترفيوهات اللي انت مثلا عملتها او ان انت تعرف توصل لناس ناس بتبقى مقبله انها تتفرج عليهم؟ يعني ايه اكتر حاجه كنت شايف ان هي صعبه وانت بتعمل المشروع مع زمايلك؟ اكتر حاجه كانت صعبه هو حوار الترجمه. ان انا اعمل حوار مثلا مع حد اجنبي متخصص في الامن السيبراني او في العمله الرقميه وان انا بعد ما بخلص الحوار معاه بعوز بقى ان انا الخصه واحاول برضو ان انا ارتب الاسئله. شغل صحافه وكده بس بعدين بحتاج ان انا اترجم. الترجمه بتاخد وقت كبير جدا خصوصا ان انا عايز اترجم الكلمات والمصطلحات تبقى اسهل للقارئ وان هو يفهم، لان خصوصا المجال بتاعنا تكنولوجيا بيبقى صعب، وان اي حد يعرب الكلمه ويحاول يخلي الكلمه بدل ما هي انجليزيه يخليها عربي بس مفهومه بتبقى اصعب. فهو الموضوع ده كان اصعب حاجه تقريبا بالنسبه لي يعني. عملت دراسه قبلها ولا استعد يعني جهزت نفسك ازاي لانترفيو صعب وبتكلم عن الامن السيبراني والكلام الكبير ده؟ بص، لازم نعمل دراسه اول حاجه قبل ما نعمل اي انترفيو او اي تحقيق. لازم اعمل دراسه وابقى عندي فكره عن الموضوع اللي انا هعمله والموضوع اللي انا هتناقش فيه، وبعدين بدور على الشخصيات اللي انا المفروض هعمل معاها او كده. هو الصراحه استر كيم كان سهل الوصول ليها لان هو انا من الاقصر وهي كانت جت زياره قبل كده، فانا كان لي علاقه بيها فكلمت معاها وانا كنت عارف ان هي شغاله في شركه IBM، فقالت لي انا ما عنديش مشكله وكده. بعد ما خلصت معاها الانترفيو هي قالت لي انا عجبني الانترفيو وكده. قلت لها احنا لسه بندور على حد كريبتو كرنسي في مصر، بس في مصر كان صعب ان احنا ندور على حد بيتعامل مع العمله الرقميه او فاهم يدينا معلومة. أنا مش عايز حد بيتعامل بيتداولها، لا أنا عايز حد يديني معلومة عنها، عن تاريخها، عن الاستخدام، هل المستقبل بتاعها هيفرضها أو لا. فعرفتني على نيتن جور، وهي دي كانت العلاقة اللي حضرتك كنت بتكلمي عليها اللي هو يعني زي نتورك. أيوه. وعن طريقها دخلتني زوم معاه واتكلمت معاه برضو عن العملة الرقمية وهكذا. بس الزوم بقى بيسهل لقاءات كتير برضو. وصحافة جديدة، صحافة فيديو. صح. طيب شهيرة بقى قوليلي، عايزة أعرف يعني أنت شاركتي في الكتيب ده، في الكتاب ده، في أنهي حاجة بالظبط فيه؟ يعني أنا شايفة كلام كتير قوي مكتوب وأكيد أخدته فيه وقت. أكيد طبعا. أخدته وقت قد إيه تقريبا؟ هو من بداية الترم، هو بيبدأ مع بداية الترم، الترم الثاني. الترم الثاني اللي هو حوالي 3 شهور مثلا. 3 شهور تقريبا. مجموعات. كان كل حد فينا مسؤول عن حاجه. كان الدكتور كل اسبوع بيعمل معانا ميتنج ان بيقسم على كل واحد فينا شغله. يعني مثلا انا وعمر كنا دايما مشتركين في الشغل لان احنا كنا يعتبر الليدر، فاحنا كنا عندنا مسؤوليات اكتر كمان من الشغل، كنا بنشتغل كتير جدا طبعا. فكنا بنعمل موضوعاتنا مع بعض. حب اصلا مجال الصحافه. ماشي. بحس ان هي من الاقسام الصعبه في كليه. هي صعبه اكتر من الاذاعه والتلفزيون. اوكي. والعلاقات العامه بالذات انه مش كل الناس بتحب ان هي تقرا، فاحنا كنا بنحاول على قد ما نقدر نسهل الموضوعات ان احنا نخليها على السوشيال ميديا على قد ما نقدر اكتر كمان من يعني احنا المحتوى بتاعنا اللي في المجله مختلف عن اللي على الموقع. ايه الفرق؟ الموضوعات نفسها، يعني الموضوعات اللي المجله بتحتوي عليها غير اللي في الموقع، من نوع من انواع اللي هو عشان عدم الملل. اوكي. التنوع. موضوعات انا وعمر كنا عاملينها كلنا احنا الاثنين بنعملها مع بعض. يعني مثلا عملنا مع رئيس جامعه بني سويف التكنولوجيه. عملنا عن سمارت هوم، سمارت باركينج. مين اللي بيختار الموضوعات؟ انتوا اللي بتختاروها احنا ولا بنجيب الافكار وبنعرضها على الدكتور ومثلا يقول لنا تمام كملوها، شوفوا هتعرفوا توصلوا، مش هتعرفوا تمام، ونكمل في الموضوع. يعني ان احنا بنعرضها كده الاول عليه قبل ما نبدا الشغل في اي حاجه. طب يعني كان ايه رايه وقتها؟ كان ايه النوتس او الملاحظات اللي هو قالها خدوا بالكم منها او ضيفوها؟ تمام، اللي هو تمام شوفوا تمام. وبنقعد نعمل اعداد مع بعض الاسئله او ندرس المكان اللي احنا رايحينه عشان ما نروحش ان احنا مثلا مش فاهمين او مش عارفين. ده طبعا ان التكنولوجيا او ان احنا نتكلم في الحاجات دي بتبقى محتاجه ان الواحد يكون عنده معلومات اكتر عنها. فكنا بنقعد نعمل اعداد ونتكلم مع بعض لحد ما نبقى تمام، احنا ريدي جه تمام، يلا بينا نروح. يعني احنا رحنا بني سويف، انا وعمر رحنا بني سويف، فعملنا الحوار مع رئيس الجامعه ورجعنا. طب كان في اي مساهمه من الجامعه، من الكليه نفسها؟ طبعا كانت بتدينا تصاريح. اوكي. اكيد. اكيد. هو كمان المتابعه، هو احنا بنمر بمراحل. يعني العمل الصحفي ما بينتجش كده، يعني ما بينتجش وليد اللحظه الأول. لا هو بياخد وقت. بياخد يعني وقت. بحس ان الصحافه كل حاجه فيها بتاخد وقت. لا هو ممكن بس الصحافه الرقميه لا ما بتاخدش وقت، ممكن نكتب وننزل في نفس اللحظه. انما الورقي او المنتج الورقي ده لا، ده بيمر بمراحل وبيبقى فيه اجتماع
يعني مثلا هم كل اسبوع في لنا اجتماع اسبوعي اللي تم الانتهاء منه، وما فيش حاجه بتتنشر غير لما بتعدي على رئيس التحرير. يعني احنا مثلا برضو عشان يعني معانا دكتور وليد هو رئيس قسم الصحافه والمشرف معايا على المشروع، ودكتور رضوى دول زمايل، فاحنا كنا بنجتمع كلنا بنعمل زوم ميتنج برضو، ونجتمع كلنا على وقت معين محددينه مع الطلبه ونشوف ايه اللي تم انجازه ايه اللي لم يتم انجازه وايه الاسباب. يعني انت ما انجزتش العمل ده ليه؟ هل تقصير منك ولا تقصير مني ولا تقصير من المصدر نفسه؟ يعني مثلا كان في حوارات مهمه جدا جدا ما لم تتم، ما تمش تنفيذها ليه؟ كان العقبه مثلا ان المصدر سافر، انه حصلت حاجه تانية، او انه المصدر رفض ان هو يعمل انترفيو. خلاص ده يعني خارج، تشوفوا بدايل. طبعا هو لازم كل اسبوع يبقى لنا، هم مكلفين ان هم يجيبوا افكار تم عرضها علينا مع دكتور وليد ودكتور رضوى، ونبدا نقول ده اوكي، واحنا نعرض طبعا برضو احنا يعني ايه مش سايبينهم كده، لا احنا كمان بنجيب افكار. طب مين اللي بيضع السياسه التحريريه لاي جريده بيبقى ليها سياسه تحريريه وليها اتجاه معين؟ مين اللي بيحط حاجه زي دي؟ احنا يعني لما بنقسم مجموعات في الكليه بالطلبه نشوف انتمائك ايه او انت توجهاتك ايه. يعني مثلا هم كانوا عاملين قبل كده، يعني الترم اللي فات كانوا عاملين موقع الكتروني وكانوا بيتكلموا عن التكنولوجيا برضه. فلما جم المشروع اللي هو الترم الثاني قلت لهم طب انتوا حابين تكملوا في المجال ده؟ قالوا احنا يعني مهتمين، يعني مهتمين الموضوع ده قوي. فقلت لهم خلاص يعني احنا هنكمل في التكنولوجيا من بدايه اللحظه، من بدايه اللحظه دي اللي احنا قلنا احنا هنتكلم عن التكنولوجيا. وبالمناسبه يعني ان التكنولوجيا دي مجال في جمود شويه، يعني مش صعب ان انت تكتبه، من الصعب ان انت توصل المعلومه فيه للناس. يعني عايز توضح وتعمل توعيه، وعايز تقول ده غلط وده صح، وتنشر بشكل مبسط. فمن اللحظه دي قلنا لهم احنا خلاص يعني خلاص هنتكلم في التكنولوجيا، وسياستنا التحريريه بيتم وضعها معايا ومع دكتور وليد دكتور رضوى وهم. خلاص احنا هنتكلم في التكنولوجيا، ده المجال بتاعنا، موضوعاتنا هتبقى ماشيه 1 2 3 في اطار ابواب او تبويب. تمام. مثلا التكنولوجيا في الصحه، التكنولوجيا في التعليم، هم عاملين موضوعات برضو تخص التعليم والصحه والحاجات دي. كنت عايز اسال على الاقسام اللي موجوده في الموقع، شامله كل حاجه، فنون، اقتصاد، صحه، ولا مركزين على حاجه معينه؟ اولا هم بيشملوا الفنون الصحفيه كلها، يعني 5 فنون صحفيه زائد الانفوجراف والفيديوجراف والحاجات دي كلها هم بيشملوها. طب كويس. يعني لازم يعملوها. زائد التبويب الثاني اللي هو الصحه والرياضه، يعني عندنا موقع، عندنا سيكشن تبويب كده اسمه الرياضه التكنولوجيه، عندنا الطب والتكنولوجيا، عندنا مثلا التكنولوجيا والمجتمع، عندنا ملف العدد عن الذكاء الاصطناعي. يعني ده اهم حاجه احنا اخترناها، انه الذكاء الاصطناعي ده مفيد في ايه في المجالات في المجتمع كله. ده مهم قوي، ده يعني كمان برضو عشان برضو يبقى احقاق الحق. مثلا الذكاء الاصطناعي طبق في جامعه عين شمس، في مستشفى عين شمس، في روبوت بيعمل عمليات. فبالتالي احنا دخلنا المرحله خلاص، يعني احنا يعني بس لسه في البدايه. اي نعم هو في المستوى الضعيف دلوقتي، لكن احنا دخلنا المرحله ودلوقتي الناس بتستخدمها. يعني انا بشكركم جدا، يعني شرفتونا في حلقتنا وبتمنى لكم التوفيق. للاسف خلاص وقتنا خلص. شكرا ليك يا شهيره، شكرا دكتور راشد، شكرا ليك يا عمر، شكرا يا فتحي. وصلت معاكم النهارده لنهايه حلقتنا، استنونا كل يوم مع فريق عمل جديد في شباب على الهواء.